I just hit it. That's not my chest. I like dark skin. Love a melanin. Heart pushing talk. When I'm تخيلي يوم عيد ميلادك والمفروض تحتفلي بس تحصل حاجة عمرها ما جت في بالك وحبيبك ينتحر. بطلتنا بنت مشرقة جدا ولطيفة في المدرسة الثانوية، بس بعد ما حبيبها بعت لها رسالة عشان تيجي أوضة التصوير في المدرسة عشان يحتفلوا بعيد ميلادها، أول ما دخلت حست إنه عامل لها مفاجأة، بس للأسف ما كانتش زي ما توقعت. يدوب بتفتح الستارة لقيته ميت. أكيد هتحاول تتخطى الموضوع، وفات 10 سنين على وفاته، واشتغلت في وحدة لإنقاذ الحيوانات وكانت شاطرة جدا في شغلها. في يوم جالها مهمة، بس للصدفة إنها كانت في مدرستها القديمة، وفي كل خطوة بتمشيها بتفتكر ذكرياتها معاه. خلصت مهمتها، ولكن وهي مروحة شافت محل الصور القديم اللي كان حبيبها بيروح له دايما، بما إنه كان بيحب التصوير، ولمحت الكاميرا بتاعته القديمة معروضة للبيع، فطبعا من غير تفكير هتدخل تشتريها. وصاحب المحل كان طابع 9 صور منها فدهم لها. لما روحت فتحت الظرف اللي فيه الصور، لقيت رسالة من حبيبها، قريتها وعيطت وأخدت صورة من الصور وحرقتها عشان تنسى، بس للأسف ما نسيتش عشان رجعت لتاريخ الصورة اللي حرقتها. أيوة، كل ما تحرق صورة ترجع لماضيها، بس مش لمدة طويلة، وبعدها ترجع للحاضر. البطلة فجأة لقيت نفسها قاعدة في باص وحبيبها معدي من جنبها، اندهشت جدا ونزلت من الباص وجريت على المدرسة وراحت أوضة التصوير عشان تشوفه، بس وهي بتجري وقعت وتعورت في رجليها، بس قامت وراحت له، بس لما لقاها بتنزف أخدها لأوضة التمريض وعالجها. كل ده هي فاكرة نفسها في حلم ومش متخيلة إنها رجعت بالزمن، ومن كتر ما هي عايزة تستغل الحلم فضلت لازقة فيه على الرغم من إنهم مش في نفس الفصل. رجعت للحاضر وفاكرة إنها بتحلم، وصحيت من النوم ومشت حياتها عادي، بس وهي بتلبس هدومها لقيت رجليها فيها كدمة قديمة على الرغم إن ما كانش فيه حاجة، فشكت وراحت سألت صحابها إيه اللي حصل لها. قالوا لها إنها وقعت لما كانت في الصف الثاني، واكتشفت من بعدها إنها رجعت بالزمن وتكون عندها ذكريات جديدة. البطلة فكرت إنها ممكن ترجع تاني وتنقذ حبيبها، وراحت حرقت صورة كمان ورجعت بالزمن، وأول ما شافت حبيبها قالت له ما تموتش أنا مش هسيبك تموت، وكان بيبصلها وهو مش فاهم حاجة. البطلة شكة إنه ما انتحرش، وراحت تسأل صاحبه عنه وقالت له هو متضايق أو في حاجة متغيرة، بس قال لها إنه بيتعامل طبيعي جدا، بس في شخص معاهم في الصف بيكرهه وبيعامله وحش على الرغم من إن البطل كويس معاه. البطلة فضلت تدور كتير، حتى راحت تقرا الكتب اللي بيقراها، بس برضه ما حسيتش بحاجه غريبه. بس لما راحت اوضه التصوير سمعت من صحابه انه بينشر منشورات على الفيسبوك بس بيخليها خاصه لنفسه، فالبطله شكت في الموضوع وقررت تدخل على ايميله تشوف البوستات دي، ولما شافتها اتفاجئت لانها عرفت انه يتيم على الرغم انه ما قالش لاصحابه قبل كده، والعيله اللي عايش معاها دي متبنياه. العيله اللي اتبنته بنتهم تاهت منهم، فقرروا يتبنوا طفل، بس بعد 10 سنين من تبنيهم الولد ده البنت رجعت وتوترت العلاقة بينه وبين أمه. البطلة افتكرت انه انتحر بسبب كده ورجعت بالزمن تاني عشان ما كانتش لحقت تقرا البوستات، وكانت عايزة تساعده في تحسين علاقته بأمه وساعدته فعلا. بس البطلة كان عندها صديقة كانت محتاجة لها جدا، بس نسيت موضوعها تماما في سبيل مساعدة حبيبها وافترقوا، واللي حصل ده كان ليه عواقب في المستقبل، وافترقت عن صاحبتها كمان في المستقبل. بس زي ما كان الموضوع عواقب كان ليه مميزات، لأن حبيبها رجع للحياة. البطلة حاسة بالذنب ومفتقدة صاحبتها، فرجعت بالزمن تاني وفعلا صلحت غلطتها، بس غلطت غلطة هي حتى مش عارفة ايه هي، ولما رجعت للحاضر حبيبها كان ميت. البطلة طول الوقت كانت مقتنعة انه ما انتحرش، فطلبت من صاحبها انه يجيب لها ملف القضية بتاعته، بس مش عارفة تستنتج حاجة ورجعت تاني بالزمن. المفروض انها تعيش حياتها طبيعي زي ما كانت عايشاها في الماضي، فهي بتتفرج عليه وهو بيلعب، الولد اللي المفروض بيكرهه زقه وكسر له ايده. البطل لما وقع واتصاب كان متصاب في ايده الشمال، والبطلة لما كانت بتقرأ ملف القضية كان مكتوب انه قطع شريان ايده اليمين، بس ازاي اصلا هيقطعه وايده الشمال كانت مكسورة؟ وساعتها استنتجت انه ما انتحرش، وانما اللي حصل ده كان تمويه عشان تظهر كحالة انتحار. البطلة ساعتها بصت له وقالت له انه ما انتحرش وحد قتله، فبصلها وهو مش فاهم حاجة، بس طول اليوم هو كان شاكك فيها، وفي لحظة
سألها إذا كانت من المستقبل. هو أصلاً كان عارف سر الكاميرا بتاعته من الأول، لأنه كان بيرجع بالزمن كتير عشان يساعدها، وطلب منها ما ترجعش تاني عشان الرجوع بالزمن بيسبب مشاكل في الحاضر. بس البطلة وهي بتكلمه رجعت فجأة للحاضر، ولما رجعت كانت فاكرة أنه لسه عايش بما أنها حذرته، بس هو برضو مات. البطلة على الرغم أنه قال لها ما ترجعش تاني، بس برضو حرقت صورة كمان ورجعت لأنها مش عايزة تندم، وقررت تدور في أوضة التصوير اللي مات فيها على أي دليل، فشافها وقال لها إيه اللي رجعك، بس هي أقنعته أنها مش قادرة تكمل حياتها من غيره، فقال لها أنه هيحط كاميرا قدام باب الأوضة عشان تصور وتشوف مين الغريب اللي دخل الأوضة وقتله، وهيبقى يبعت لها الفيديو عشان تشوفه في المستقبل. البطلة رجعت للحاضر وشافت الفيديو، واكتشفت أن الشخص الغريب اللي دخل الأوضة هو الولد اللي كان بيكرهه وتسبب في كسر إيده. البطلة لما دورت ورا الولد ده اكتشفت انه بيشتغل عامل توصيل في شركة الأدوية اللي بتصدر لهم دواء الحيوانات عندها في المركز، فاتصلت بصاحبها عشان يجي معاها ويساعدها، واكتشف انه بيسرق مادة مخدرة من الشركة على طول، والمادة دي هي نفس اللي اتحقن بيها البطل لما جه مات، وبلغوا الشرطة عنه واخدوه. لما الشرطة جت تحقق معاه قال لهم انه كان بيكرهه، بس مش هو اللي قتله، انما هو حد تاني. الشرطة قالت له ايه دليلك؟ قال لهم انه شاف القاتل. القاتل أو القتلة هي أخت البطل. المفروض إن البنت دي تاهت وهي صغيرة، بس لما رجعت لقيت شخص جديد في العيلة، اتضايقت وقررت تقتله. لسوء الحظ إن أخت البطل صاحبة البطلة وشافتها وهي بتحرق الصور وبترجع للماضي، فلما عرفت إنهم مسكوا الولد اللي شافها وهي بتقتل سرقت صورة من البطلة عشان ترجع للماضي وتقتله هو كمان عشان ما يعترفش عليها. البطلة في الحاضر كانت مستنية الشرطة تخلص تحقيق عشان تعرف الحقيقة، بس الشرطة لما طلعت سألتهم قالوا لها ما حصلش، انتي بتتكلمي عن ايه؟ فاتصلت بصاحبها وقالت له انت مش كنت معايا؟ ايه اللي حصل؟ قال لها معاكي فين؟ انا ما شفتكيش النهاردة اصلا. راحت قايلاله اسم الولد المسجون، قال لها ده انتحر لما كنا في المدرسة، انتي نسيتي؟ البطلة لما روحت دورت على الصور بس لقيتهم ناقصين واحدة، فحرقت صورة كمان ورجعت للماضي عشان تشوف أي دليل في المدرسة على موت الولد ده، فاكتشفت وجود المادة المخدرة هي والبطل وودوها للشرطة. البطلة طلبت من صحابها يدوروا على الكاميرا اللي كانت بتصور قدام أوضة التصوير عشان أكيد صورت القاتل، ولما لقوها وشافوا الفيديو كان في حد لابس زي صاحبتها بالظبط ودخل أوضة الفنون، فشكوا فيها وسألوها بس طبعا أنكرت، والشرطة جت أخدتها، بس البطلة عملت المستحيل عشان تثبت انها بريئة، وفعلا اثبتت ان اخت البطل اللي عملت كده ودخلت السجن. البطلة لما رجعت للحاضر لقيت البطل موجود وكل حاجة حصل زي ما هي عايزة، بس كان فات 10 سنين واخت البطل طلعت من السجن. ده السجن الحلو اللي عدى في دقيقة ده؟ وقال ايه؟ اول ما خرجت راحت للبطلة وقالت لها انا ندمت، صدقيني مش هعمل كده تاني، بس حقارتها خليها رأي تاني، واستغلت ان البطلة مش موجودة في البيت وراحت اخدت صورة عشان تحرقها، بس قبل ما الصورة تتحرق البطلة دخلت عليها ورجعوا بالزمن مع بعض. لما حرقت الصورة رجعت لوقت ما اتمسكت ودخلت السجن. في الحالة دي قررت تهرب، المهم تنتقم وتقتل اخوها، وضحكت على الضابط وطلبت منه تدخل الحمام، بس ساعتها هربت. البطلة اتصلت بالبطل وقالت له ان اخته رجعت بالزمن واكيد هتحاول تهرب، فانسب حل انهم يلاقوا السكينة اللي استخدمتها وقت الجريمة عشان يبقى دليل قاطع عليها ويلحقوها قبل ما تهرب، بس وقت ما لقوها كان فات الاوان، واخت البطل كانت وصلت للمدرسة وخدرت اخوها كمان، وطلبت من البطلة تقابلها على سطح المبنى، والبطلة بتتوسلها عشان تسيبه. البطل فاق وزقها، بس وهي جاية تقتله البطلة زقتها، بس وقع الاثنين من سطح المبنى وماتوا، بدل ما البطل هو اللي كان مات البطلة هي اللي ماتت. المدرسة كلها في حالة حداد، وعلى الرغم من كل ده أخته ما ماتتش، وإنما تم إصابتها بشلل دماغي، وطول ما هو ماشي في المدرسة عمال يتخيلها ومش لاقي حتى أي صورة ترجعه بالزمن، بس افتكر إن في فيلم في الكاميرا عايز يتحمض وعمل الصورة وحرقها. المرة دي حاول ما يغلطش، وبما إنه عارف مخطط أخته عمل لنفسه مخطط تاني واستدرج أخته لأوضة الفنون، بس بدل ما يبلغ عنها الشرطة فضل إنه يكلمها ويعرفها غلطها الأول، بس برضه مش عايزة تفهم، وقالت له بكل الأحوال أنا أصلا ناوي أقتلك وانتحر بعدها، وهجمت عليه وهو كان قدامه فرصة يقتلها بس تردد،
فهي اللي دخلت السكينة في بطنه، والشرطة جت وأخدتها، بس المرة دي مش هيموت والإصابة هتبقى سطحية، وبرضه أخته مصرة تروح تقتله حتى بعد ما اتمسكت. وهي بتجري من الشرطة عربية خبطتها وماتت، وكل شخص عاش حياته الطبيعية، والبطل اشتغل مصور والبطلة زي ما هي في شغلها، وفي الوقت ده كل شخص أخد حقه اللي يستحق.